أهلا بكم إلى موجز الأخبار من قناة الشروق. اتفق السودان ومصر وإثيوبيا على ملء بحيرة سد النهضة خلال 7 سنوات، وأنهت الدول الثلاث جولة مفاوضات فنية برئاسة وزراء الري والموارد المائية بالدول الثلاث، انعقدت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بحضور ممثلين من واشنطن والبنك الدولي. وقال وزير الري والموارد المائية ياسر عباس إن مداولات الاجتماع بين وفود الدول الثلاث أحرزت تقدما في القضايا الست المتفاوض حولها. قال رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة الأمين داود إن عودة الجبهة الشعبية إلى الداخل جاء استنادا إلى اتفاق حسن النوايا والاتفاق السياسي اللذين تم توقيعهما بجوبا. وأشار عقب لقائه عضو مجلس السيادة حسن شيخ إدريس قاضي، أشار إلى أن الجبهة الشعبية ستعود إلى منبر جوبا لاستئناف عملية التفاوض في 21 نوفمبر الجاري. دعت حركة المستقبل للإصلاح والتنمية لنبذ الحرب والإرهاب وكل أشكال العنف والكراهية. وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي للحركة ناجي مصطفى في فاتحة أعمال المؤتمر، قال إنهم سيعملون على استقرار الفترة الانتقالية انطلاقا من توجهات الحركة الرامية لوحدة التيارات السياسية. طالبت قوى ثورة ديسمبر وتجمع الشباب السودان وقوى الهامش السوداني بضرورة إشراك قطاع الشباب الثوري في نسب المجلس التشريعي باعتبار أنهم جزء أصيل يحق لهم التواجد داخل قبة البرلمان وصناعة المشهد السوداني. وقال رئيس قوى ثورة ديسمبر إنهم بصدد التمسك بمشاركة الشباب وأن رؤيتهم في المشاركة بنسبة 33%. قال وزير المالية إبراهيم البدوي إن الحكومة بدأت في إعادة النظر في سعر صرف العملة بما يتلائم مع وضع المصارف لدفع الإنتاج الزراعي والصناعي. وقال إن الحكومة تجري سلسلة إصلاحات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بالتركيز على الاستقرار المالي. وحذر البدوي من حدوث أي تشوهات جديدة في الاقتصاد إذا مضت الحكومة في توحيد سعر الصرف دون النظر لوضع البنوك بالبلاد. نهاية الموجز. للمزيد من المعلومات والأخبار يمكنكم زيارة موقع شروق.net. إلى اللقاء.